السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة خصصناها عن الشهيد القادري فارس الكاميرا والقلم. الصحفيون ورجال الإعلام عيون المجتمع ولسان حاله، شهود الحقيقة وناقل الحقائق، أما المراسلون الحربيون فهم الأشجع والأكثر جرأة على المخاطر، والمصورون الصحفيون يتواجدون في كل مكان ولذلك هم الأكثر عرضة للمخاطر. لم يكن الزميل الشهيد عبد الله القادري مجرد صحفي، بل كان رقما حاضرا في أتون الحرب، وكان السباق في الصفوف الأولى لنقل الحقيقة كما هي، حاملا روحه على كفه. حلقتنا لهذا اليوم من بين قوسين خصصناها عن الزميل الشهيد عبد الله القادري، الشاهد الشهيد فارس الكاميرا والقلم، ناقل الحقيقة المتفرد بكثير من السبق الخبري، المصدر المهني المتجرد في نقل مجريات معارك قوات الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي في أكثر الجبهات احتداما، بدءا من صرواح مرورا بالجوف وبيحان ونهب، وليس انتهاءا بمنطقة قانية في البيضاء حيث استشهد هناك من أجل الوطن والحقيقة. في حلقة اليوم نتعرف على معالم شخصية هذا الصحفي الشهيد، وسيكون معنا بعض زملائه ومن عرفوه عن قرب. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب المصور الصحفي سليمان النواب، وهو من أصدقاء الشهيد، ومن مأرب أيضا الصحفي أبو هشام الشاطر، وكذلك الصحفي عدنان الجبرني، والصحفي وليد الجعوري زميل الشهيد وكان معه في موقع الاستهداف. فاصل قصير ثم نبدأ النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الزميل سليمان النواب. مرحبا بك أستاذ سليمان. الزميل سليمان النواب، إذن إلى أن تجهز الاتصالات بضيوفي في هذه الحلقة، نحن اليوم خصصنا هذه الحلقة للزميل الشهيد عبد الله القادري، هذا الصحفي المصور الذي كان يتصدر كل المعارك وينقل يعني الحقائق التي تحدث في الجبهات، بداية من مأرب وليس انتهاء في قانية التي ضحى بروحه فيها. معنا الآن، إذن إلى أن تجهز هذه الاتصالات ويجهز ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب، نذهب لنتابع هذه الاستطلاع الميداني عن الشهيد عبد الله القادري، ومن ثم نبدأ الحلقة، ابقوا معنا. كوني زميلة للشهيد عبد الله القادري رحمة الله عليه، كان الخبر بالنسبة لنا كزملائه في الإذاعة خبر صادم مفاجئ لم نتوقع. احتفلنا قبل أسبوعين بمناسبة السنة إطفاء الشمعة الخامسة للسنة الخامسة للإذاعة، كان متواجد معنا دائما عبد الله القادري، ترى الابتسامة أول ما تقابل عبد الله القادري ترى الابتسامة في وجهه على طول. عبد الله القادري الشاب الطموح المؤمن بقضيته الوطنية، دائما أخباره صادقة لا يجامل في أي خبر يكتبه. الأستاذ عبد الله القادري رحمه الله رجل ضحى بحياته، رجل بذل كل ما في جهده إلى أن يصل إلى أن يوصل كلمة الحقيقة والصورة الصادقة من الواقع من الميدان. لم يكن دائما عبد الله متسرعا في أخباره في نقل الأخبار والأحداث، كان متأني وكانت كلمته وأخباره تصل إلى القلوب مباشرة. كنا نحن في الإذاعة الرسمية نستمد أحيانا معلوماتنا من هذا الرجل، لأنه اشتهر بمصداقيته، ناضل وضحى من أجل هذه الحقيقة. رحمة الله على عبد الله القادري، مهما قلنا عنه فإننا لن نفي حق هذا الرجل وهذا الشاب الذي أعطى حياته رخيصة من أجل مهنته، من أجل الصحافة، من أجل الإعلام، من أجل أن ينقل الحقيقة، ليس أكثر من هذا. فنترحم على هذا الشهيد ونقول افرحوا لزملائه، فإنه مات على العز، مات على الحق، مات على في سبيل
أنه يوفي بكلمته وبمهنته. نترحم عليه ونقول نسأل الله تعالى أن يلحقنا به يعني ونحن على الحق سائرون بإذن الله تعالى. الزميل عبد الله القادري إنجاز التعبير أن أطلق عليه هو شدادي الإعلام. إذا كان الجانب العسكري لديهم القائد عبد الرب الشدادي رحمهم الله جميعا، فنحن في الصحفيين والإعلاميين نطلق لقب الشدادي على عبد الله القادري لما لدوره الكبير في الجانب الإعلامي ونقل الحقيقة وتغطيته كثير من الجبهات وكثير من الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الوطني خلال العامين الماضيين. الزميل كان مشهود له بأخلاقه ومعاملته الطيبة حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الزميل الصحفي سليمان النواب. مرحبا بك سليمان. أهلا وسهلا أخي بشير، حياكم الله ومرحبا بجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ سليمان. في البداية عزاؤنا جميعا برحيل الزميل الصحفي عبد الله القادري رحمه الله. نحن خصصنا اليوم هذه الحلقة لنسمع منكم يعني عن قرب شهادات عن الصفات والمزايا التي تفرد بها الصحفي عبد الله القادري. في البداية يعني الكلمة لك، يعني حدثنا ما الذي لمسته من الشهيد عبد الله القادري، ربما رافقته على مدار 3 سنوات في جبهة القتال في كل الانتصارات وفي كل يعني الفعاليات في مأرب وغيرها من المحافظات. أولا عزاءنا لكم جميعا، جميع الزملاء في قناة بلقيس، عزاؤنا للوطن الحبيب، عزاؤنا لجميع الزملاء باستشهاد زميلنا عبد الله القادري. في البداية يعني صعب جدا لمثلي أن يتحدث عن الزميل عبد الله القادري. الحقيقة لم يكن زميل لنا فقط، كان كأب كأخ لنا جميعا. رافقت عبد الله القادري خلال 3 سنوات، لم أرى منه إلا شهامة ونبل البدوي الأصيل. عبد الله القادري يعني كان معنا في كل يعني في كل مراحل التي مررنا بها من بداية دخول قوات التحالف وحتى الآن. يعني صعب جدا ماذا نقول عن زميلنا وأستاذنا عبد الله القادري. كان معلم، كان أصدقنا جميعا، كان أنشطنا، كان يعني لا يتعب لا يمل ولا يكل من الجبهات. كنا يعني نروح للجبهات سويا ثم نعود، وكان الزميل عبد الله القادري أحيانا يعود مرة أخرى حتى يستكمل زوايا الحدث، حتى يستكمل يعني تفاصيل الحدث أكثر، ثم ننتظره. يعني كنا زملائه كنا ننتظره، يعني ننتظر المعلومة الأكيدة من الزميل عبد الله القادري، كونه أحد يعني أبناء المنطقة، كونه الأعرف، ويعني له علاقات كبيرة جدا مع قيادة الجيش الوطني والجنود. فكانت صفحته يعني هي الصفحة المؤكدة لجميع الأخبار. يعني كنا نحن زملائه نذهب معه للجبهة لأي مكان ثم نتأكد من معلومة عبد الله القادري، لأنه لا ينشر المعلومة إلا بعد أن يتأكد مرة ومرتين وثلاث. نعم. طيب عبد الله كما تعلم أيضا أخي سليمان كان مسخر كل ما يملك لنقل الحقيقة، سواء كاميرته سواء سيارته سواء بيته منزله، كل ما يملك كان ربما مسخر ما يملك لخدمة الإعلام وخدمة زملاء الصحفيين وخدمة نقل المعلومة الصحيحة في جبهة القتال وإيصالها للعالم. ربما أنت أكثر يعني اطلعت على هذه النقطة بشكل أوضح، يعني حدثنا عنها بالتفصيل. نعم أخي بشير، الحقيقة يعني وأقول يعني هذا أنه لولا الزميل عبد الله القادري يعني لما وصلت لوسائل الإعلام أغلب الصور والمقاطع والفيديوهات. كنا ننتظر يعني إذا سمعنا أن منطقة تحررت أو أن الجيش الوطني بدأ يعني عمليات واسعة في منطقة، نتواصل مع الزميل عبد الله القادري يعني حتى يقل لنا بسيارته. فكنا نتواصل معه ليلا، ثم كان يقوم الصباح يتصل علينا يعني على جميع الزملاء حتى نذهب بسيارته. كنا نذهب معه للجبهة، كان سيارته وبيته وكاميرته وكل وقته كان
يعني معد ومسخر لخدمة الجيش الوطني، لخدمة زملائه الإعلاميين، لخدمتنا جميعا. لولا الزميل عبد الله القادري يعني الحقيقة لما وصلنا إلى أغلب الجبهات. أن تعرف يعني أخي بشير أنه أغلب الزملاء في مأرب نعمل يعني بإمكانياتنا الشخصية، لكن لا يوجد لدينا إمكانيات حقيقة، فكان الزميل عبد الله القادري هو من يعوض كل هذا النقص والغياب. يعني كان للأمانة يعني يمثل التوجيه المعنوي بأكمله للجيش، كان دوره أكثر من وزارة الإعلام، كان دوره أكثر مننا جميعا. يعني لولا الزميل عبد الله القادري الحقيقة أنه يعني لم نعرف بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أغلبها إلى الآن. كنا نجلس ننتظر عبد الله القادري، إذا تأخر الزميل عبد الله القادري أو سافر أو لا نذهب، لا نستطيع أن نذهب، أين نذهب؟ فهو يعني ابن المنطقة أولا، ثم كما قلت لك سابقا له علاقات طيبة تربطه بجميع قيادة الجيش الوطني والأفراد. نعم. طيب سليمان ابقى معي، نشرك معنا في الحديث ايضا السكرتير التحرير لموقع المصدر اونلاين الزميل عدنان الجبرني. مرحبا بك استاذ عدنان. اهلا بك استاذ عدنان. في البدايه انت يعني ما الذي يمكن ان تقوله بعد ان فقدنا الزميل الصحفي عبد الله القادري وكنتم رفاق في محافظه المأرب على مدار 3 سنوات؟ نعم، الزميل عبد الله القادري رحيله خسارة كبيرة على الوسط الصحفي. عبد الله أهم ما يمكن أن يقال هو أنه صحفي ينتمي إلى النمط رفيع من الصحف، يندر أن تجده في هذه الأيام في ظل الفوضى الحاصلة. نعم عدنان. في مأرب في نهايات عام 2014 وبداية العام 2015 كنت أستغرب من الحرص الذي يبديه في كل معلومة يقولها وفي كل خبر يرسله أثناء تلك الفترة التي كان يعمل فيها مع المصدر أونلاين. أيضا نعم اسمعني الآن بشكل جيد عدنان، في مشكلة بالصوت لكن الآن نسمعك. نعم تفضل. طيب، عبد الله كان ينتمي الى نوع نادي معلومه كم هائل من المصادر، من مصادر المعلومه كما ذكر ضيفك الكريم سليمان. كان كل الصحفيين المتواجدين في مأرب عندما يعجز عن معلومه او يريد معلومه سريعه ومؤكده يتصل بعبد الله القادري او يصل اليه. ايضا عبد الله خلال عمله مع كل وسائل الاعلام التي عمل معها واخرها يعني ظل مع بلقيس لفتره طويله، لم ينقل يوما اي معلومه يعني مهزوزه او يمكن ان يشك فيها احد. انا طلعت على كل ما كتب عن عبد الله القادري، انا اعتقد انه برغم كل ما كتب وبرغم عظمه ما كتب الا انه الى حد الان اشعر انه لم يوفق حقه. يعني انه عبد الله كان يعني صحفي خارق، صحفي محترف جدا جدا، ولم يكن يحب الاضواء ولم يكن يعني يتنقل بين عمل وآخر بحثا عن الأضواء أو الشهرة أو... نعم نعم. وهذا كان تجبر الجميع على العودة إليه وعلى يعني الاستفادة منه. كان زينب محرك للإعلام هنا بشكل عام، بهدوء، بتنسيق عالي، بأدب جم، بحرفية ومهنية عالية. هذه نقطة لا يمكن ان تجدها كثيرا في الاشخاص او في الصحفيين الذين يعملون في المناطق التي تشتعل فيها الحروب. كان صحفي حربي من الطراز الاول، تخطى كل الجبهات المشتعله بقوه ورصانه وشجاعه، لم يتخلف يوما عن اي منطقه او عن اي انتصار، بل في معظم الانتصارات او معظم المعارك كان عبد الله يعرف من خلال مصادره عن اقتراب معركه معينه، يذهب قبلها الى الجبهات يكمن ثم يعود حاملا معه المعلومه الاكيده والصوره والتوثيق ولا يعني خبر مكتمل من جميع الزوايا والنواحي. وهذه كانت نقطه قوه، رحيله خساره كبيره سواء على مستوى الوطني او على المستوى الخاص هنا بمحافظه مأرب. كان عبد الله من ابرز الوجوه التي ظهرت خلال هذه الاحداث، كان نموذج صاعد بقوه لكن دفع حياته يعني دفع ثمن لعشقه للحقيقه واقترابه
منها إلى أقرب نقطة أن خسر حياته، وهذه هي الأقدار. نعم. طيب أعود للأستاذ سليمان النواب. أستاذ سليمان، وأنا أتابع الآن هذا المقطع الفيديو الذي صورته وأنت بيدك وتتمازح مع الأخ الشهيد رحمه الله عبد الله القادري، يعني اللي كنا نعرفه عن الشخص عن الزميل عبد الله القادري انه اكثر حزما، وكان اكثر يعني يظهر عليه يعني الرصانه، ويعني وعندما شاهدناه في المقطع الذي نشرته انت يعني يمازحك ويلاطفك، يعني فعلا مقطع مؤثر ومحزن. لا ادري يعني ماذا ترك من اثر بالنسبه لك؟ طبعا كان المقطع الفيديو بعد عودة الزميل عبد الله من أداء العمرة، كنت أسأله فين، كنت أكلم الزميل عبد الله أبو سعد يعني إنه لقد وجدنا الأخ عبد الله القادري. كان عبد الله يعني في أغلب الأحيان مؤسف، رحيل الزميل عبد الله القادري أوجعنا جميعا. رحمه الله. لم نكن سليمان، أنا أقدر هذه اللحظة يعني وهذه الدموع الغالية، فعلا ربما أنت الآن اليوم تجدد حزننا الذي لا زال لم يندمل للأسف. رحم الله الشهيد عبد الله القادري، فعلا هي لحظات صعبة، لكن يعني اللحظات التي أو الصورة النمطية التي رأيناها على عبد الله بأنه شخصية جادة، لكن ما نشرته أنت عكس صورة أخرى يعني مع زملائه. يعني حدثنا عن هذه الجزئية وكن أكثر يعني تماسكا، تفضل. هناك يعني في الكثير من الأوقات فعلا كان الزميل عبد الله جادا، يعني لا يسمح لك يعني أن تمزح في أوقات يعني يكون للكلام يعني أو يكون الوقت وقت جد. كان رحمة الله عليه في أغلب الأوقات حازما معنا جميعا، سواء ونحن نذهب للجبهة أو عايدون أو حتى في الجبهة، يعني كنا نتكلم أحيانا أو نمزح أو إحنا والشباب ونحن في السيارة لما نذهب إلى الجبهة، كنا مثلا نتحدث عن الشهادة، كنا نقول خلاص يعني أنت استشهد يا عبد الله وإحنا بانت فينك. كان يقول شو يعني الشهادة هذه اصطفاء، يعني اصطفاء من الله، يعني لا يمكن ان نستشهد لانه انتم قلتوا يعني او تتحدثوا انه لازم اننا نستشهد. بالنسبه للمقطع الاخير كما قلت لك، لانه كان بعد اداء العمره، طبعا في هذه العمره هو طلب من الله يعني الشهاده كما وضح في وصيته الاخيره. فلانه كنا في اعلى جبل المناره، كنا برفقه وفد صحفي، فكان هذا المزح مع عبد الله، لا ادري يعني اعتقد هي من اللحظات الوحيده التي مازحنا عبد الله بهذا الشكل. وعندما عدت الى يعني عدنا الى المجمع نشرته في حالتي على الواتس، فاتصل لي عبد الله القادري: يا سليمان يعني لا يصح ان تنشر هذه الحاله. سالته لماذا؟ قال يعني لانه انا مديت يدي عليك، او يعني باقي يقولوا الناس ان انا لطمتك. قلت يعني لا تقلق، يعني ما حد باقي يشوف انك لطمتني، واذا لطمتني يعني هذه بتكون يعني عليك عيب. نعم. طيب اخي سليمان ابقى معي، ساعود للاخ عدنان. اخ عدنان، اللحظات التي ارتبطت معك انت بالشهيد عبد الله القادري ولا يمكن ان تنساها، ما هي؟ إذن ربما فقدنا الاتصال بالأخ عدنان، هناك إشكالية للأسف في الاتصال في محافظة مأرب. أعود للزميل العزيز سليمان النواب. أخي سليمان، اللحظات الأخيرة أيضا التي عشتمها في آخر يوم، اليوم الذي استشهد فيه عبد الله وتم استهدافكم بصاروخ من قبل ميليشيات الحوثي، لو حدثتنا عن تفاصيل آخر ساعة كنتم فيها مع عبد الله في السيارة قبل استشهاده، كيف مرت؟ وأبرز ما جرى فيها بينكم وبين عبد الله. في الصباح يوم الجمعة ذهبنا بالسيارة، يعني
او جاء دخل المجمع مدينة بارة، بحيث عبد الله يخرج يسكن خارج المجمع، السواق الذي اصيب معنا، ثم يعني اخذنا انا والزميل وليد والزميل خليل الطويل وذهبنا لبيت عبد الله القادري. اخذنا عبد الله وكان يعني كانت الساعه 6:30 صباحا يعني، فنحن على اساس يعني نذهب بدري حتى نتمكن من العوده في في, في وقت يعني افضل. نعم. لما ذهبنا قال انا يعني يعني بقعد في المكان الاخير من السياره، سانام يعني لماذا يعني تعال نتحدث اكثر، قال اريد ان انام نوما طويلا، كان بيده اللابتوب والكاميرا. ذهبنا سويا وبدايه قانيه ترجلنا من السياره وبدانا نصور، عندما وصلنا قانيه نصور الجنود، نصور يعني السوق، سوق قانية. كان هناك لقطة لرجل مسلح، وكانت كنت أكلم الزميل عبد الله لو سمحت يعني هذه اللقطة يعني خاصة بي، رجاء لا تصور اللقطة من جنبي. قال شوف لك صاحب مطلع يعني بيمازحني، ما بش أنا حقي يعني، أنا من الذكي هو من يأخذ اللقطة أولا وخلاص. ثم صعدنا إلى السيارة وذهبنا إلى داخل سوق قانية. نعم. قبل ما يعني ما استهدفنا ميليشيات الحوثي بصاروخ موجه، كنا خلف عمارة. نعم. كنا نصور مع قائد المهام، وبعدها كان زميل عبد الله القادري يقول يعني لو نصور هنا يعني سيكون أسلم لنا جميعا. يعني طلعنا للخط وبدأنا بالتصوير يعني المقابلات مع الجنود، يعني أي واحد يعني أي شخص يلاحظ علينا أننا صحفيين يعني من زينا المدني من كاميراتنا من شناطنا. فبينما كان الزميل عبد الله القادري يصور الزميل خليل الطويل لإجراء المقابلة مع الجنود، تم استهدافنا يعني بصاروخ حوثي، بصاروخ حراري موجه من قبل ميليشيات الحوثي. وهذا لا يعني أنه أننا نقف بجوار الجنود، أنه يجوز لميليشيات الحوثي أن تستهدفنا. أي شخص يمكن أن يرانا بالناظور أو حتى بالعين المجردة أننا مدنيين، أننا صحفيين. وكان الزميل خليل الطويل يرتدي الدرع يعني مكتوب عليه صحفي، فكان استهداف مباشر لنا جميعا. نعم. طيب سليمان، نشرك معنا في الحديث أيضا الزميل الصحفي وليد الجعوري، وهو كان معكم في نفس الحادثة التي أصبتم فيها. مرحبا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا بك أخي. أهلا بك أستاذ وليد. سمعنا الكثير من الشباب عدنان وأيضا من الأستاذ سليمان النواب، أنت شهادتك ما الذي يمكن أن تتحدث فيه عن الزميل الصحفي عبد الله القادري؟ رافقته في أكثر من مرة في جبهات القتال، رافقته أيضا في مأرب، في كل المؤتمرات، في كل الجبهات، حدثنا عنه من وجهة نظرك أنت. الزميل عبد الله القادري رحمة الله عليه كان بالنسبة لي هو المصدر الموثوق لأي معلومات قد يمكن أتلقاها. كان صحفي، لم يكن مصورا فقط بل كان صحفيا شامل، تجده صحفيا مهنيا من الطراز الأول، برغم هدوئه و يعني لا يحب الضوضاء ولا يحب الشهرة ولا يحب الظهور، لكنه كان مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر. نعم. رحمة الله عليه. نعم أستاذ وليد، اللحظات الأخيرة أيضا التي ربطتك بالزميل الشهيد عبد الله القادري في قانية عندما استهدفوكم بصاروخ حراري، يعني ما الذي كان يدور بينكم وبين عبد الله قبل استشهاده، اللحظات الأخيرة للاستشهاد وأيضا لحظة الاستشهاد؟ لفت انتباهي في ذلك اليوم تحديدا هو الحس الصحفي الموجود لدى الأخ عبد الله، أكد علينا بأنه لا نكرر الخطأ الذي كرر. يعني القائم في الجبهة، ولم نركز على المواطنين أو أصحاب المناطق، أصحاب المنطقة التي تم تحريرها، لأن نقول الناس انطباعاتهم عن ما كانوا يعانون وما لم يشاهدون بعد تحرير منطقتهم. أكد عليه استمرارا بأنه عندما ندخل سوق قانية لن نركز على أشخاص معينين، بل يجب أن ننزل إلى مستوى المواطنين، ننزل إلى مستوى الناس، إلى مستوى سكان هذه المنطقة، لنقول إصبعتهم هل
الجيش الوطني اليهم وغير ذلك من الامور. كان حتى كان يمتلك عبد الله حتى صحفيا نادرا. نعم. طيب وليد اعود للاستاذ ايضا عدنان الجبري. استاذ عدنان، الـ 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 الاثر الكبير الذي تركه الشهيد عبد الله القادري بنفوس اهالي مأرب، بنفوس ابناء الجيش الوطني، بنفوس المواطنين العاديين الذي كان عبد الله يشاركهم كل لحظات السعاده والانتصار والفرح وايضا لحظات الحزن. نعم، انا كنت اتمنى ان يكون هناك احد من المقاطعه وفيها يتحدث عن هذا الجيش لحدما او لم يتطرق. استاذ عدنان انا اعتذر منك، استاذ عدنان انا اعتذر منك جدا لان الاتصال رديء جدا ولا نسمعك بشكل واضح. ساضطر اعود الى الاستاذ سليمان النواب. استاذ سليمان، السؤال الذي وجهته ايضا للاخ عدنان الجبرني، يعني الاثر الذي تركه الشهيد عبد الله القادري باوساط ابناء مأرب، باوساط ابناء الجيش الوطني، باوساط الناس النازحين والوافدين الى هذه المحافظه، كيف بدت مشاعرهم بعد فقدان عبد الله القادري؟ بدت مشاعر الجميع، مواطنين او من رجال الجيش الوطني او نازحين، الكل حزين على عبد الله القادري. يعني الجميع، اصحاب المحلات لما راوني وكانوا يعرفوني اني على علاقه بعبد الله القادري او كنا نزورهم سويا، حزينون جدا، الصدمه على وجوههم. لا يمكن لمأرب أن تشهد أو يتكرر فيها نفس الزميل عبد الله القادري، إنه رجل استثنائي، يعني حقا كان متوازنا في الطرح، في النقد، في كل شيء. كان يعني الزميل عبد الله القادري صعب جدا أن نتحدث عنه جميعنا أو أحدنا، لكن الذهول والصدمة بدت على الجميع، على رجال الجيش الوطني، على المواطنين، على الجميع، حتى على قيادات الجيش الوطني. كانوا يعرفون عبد الله القادري، كانوا يرابط معهم، يعني كان يمكث كثيرا في الجبهات من بداية الجبهات وهو يرابط، فأكيد خلف حزنا كبيرا جدا لدى المواطنين، لدى أهله وأسرته وزملائهم محبيه. نعم. طيب ابقى معي سليمان، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام وأيضا الأستاذ وليد الجعوري، سنذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية عن حياة الزميل الشهيد عبد الله القادري، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود في هذه الحلقة التي خصصناها عن الزميل الشهيد عبد الله القادري رحمه الله، أعود إلى مأرب مع الزميل الصحفي وليد الجعوري. وليد، ما كتب وما تحدث به الناس وما قالوه عن عبد الله القادري، هل يعني كان هناك نوع من الإنصاف لعبد الله أم لا؟ أنا لليوم لم أستطع أن أكتب عن عبد الله القادري ولم أستطع أن أتي. عبد الله القادري كان عين مأرب. عبد الله القادري هو الذي نقل ما يحدث في مأرب. عبد الله القادري يعني لم يخسره الوسط الصحفي فقط. أنا اليوم وأمس عندما نزلت
بعض المناطق القريبه من مأرب، كل الناس يسالوني هل كنت بجوار عبد الله القادري؟ هل مثلنا عبد الله القادري؟ هل فقدنا عبد الله القادري؟ عبد الله القادري لم يكن فقط صحفيا، ولكن كان يعني كان بمثابه عين مأرب، هي التي تنقل اخبار مأرب، هي التي صورت لنا مأرب بالصوره الجميله، الصوره التي عرفناها ولمسناها عندما نزلنا نحن هنا الى مأرب. نعم. طيب أستاذ وليد، أيضا يعني ربما هناك كان من ضمن النقاط المهمة التي الجميع يعني تحدث فيها عن عبد الله تفانيه وشجاعته في تصوير الأحداث ويعني الذهاب إلى الجبهات، ربما في معظم المعارك والمواجهات كان عبد الله ربما الوحيد الذي يذهب إلى هذه الجبهات ويقوم بالتصوير والتغطية. يعني هذه الصفة التي تميز بها عبد الله برأيك من خلال قربك من عبد الله وبجواره، من أين امتلك هذه الشجاعة التي كان يضحي ويذهب إلى أماكن الخطر ولا يخاف على حياته؟ شجاعة عبد الله هذه امتلكها، يعني امتلكها من قوة عزيمته، من قوة جهده، من بيئته شجاعة. غافلت عبد الله هذه في أكثر من معركة في جبهة الصراح. نصل إلى مناطق لا نستطيع أن نصل إليها، يعني كان يتقدم في أكثر المعارك مع المقاتلين. نعم. طيب أعود للأخ سليمان النواب. سليمان، الأخ عبد الله القادري كان له أيضا يعني مش المرة الوحيدة التي أصيب فيها واستشهد، أصيب أكثر من مرة في المرات السابقة وكان وذهب للعلاج ومن ثم يعود مرة أخرى إلى 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 المعارك ولتغطية الأحداث ونقلها من الجبهات. حدثنا عن الإصابة التي يعني طالت الأخ الشهيد عبد الله القادري، وكيف كانت يعني ردود فعله بعد ما يصاب ثم يعود من جديد؟ أذكر الإصابة التي أصيب فيها الزميل عبد الله القادري في ذراعه. كنا في معسكر الفرضة يوم تحرير فرضة نهم. كنت أنا يعني أبعد عن الزميل عبد الله القادري بمسافة 8 أو 10 متر، فأصيب بقذيفة هاون. تم إسعاف الزميل عبد الله القادري والربط على يعني على الجرح حتى تمكن من الوصول إلى النقطة الطبية في نهم. أراد أن يعود الزميل عبد الله القادري ليستكمل التغطية والتوثيق لتحرير الفرضة، وكان يوما مشهودا عندما قام الجيش الوطني بتحرير فرضة نهم ثم وصل إلى معسكر الفرضة. الزملاء منعوا زميل عبد الله القادري من العودة وأصروا أن يصل إلى مستشفى الهيئة بمأرب. كان بعد كل إصابة يعود قويا، يعود سريعا، كان يقول يعني هذا لا شيء، يعني يحرج الشخص أن يتحدث عن أنه مصاب والجيش الوطني يعني وأفراد من الجيش الوطني تبتر أقدامهم ويستشهدون أو يعني يصابون بألغام ميليشيات الحوثي. كان الحقيقة معلما لنا جميعا، سواء عندما كان يصاب، عندما كان ينقل الأحداث، حتى عندما استشهد، كان يعطينا رسائل في كل وقت، في كل لحظة، في كل ثانية. نعم. طيب أستاذ وليد الجعوري، يعني والد الزميل الشهيد عبد الله القادري وأقربائه وزملائه، يعني كيف استقبلوا هذه الفاجعة وما هي كانت ردة الفعل لوالده وأهله على وجه التحديد؟ طبعا القدر كان مؤلما جدا، ليس فقط لعائلتي ولكن لكل محبي الشهيد عبد الله القادري. ما لفت انتباهي هو قوة ورباط الجحش والده عندما ذهب إلى ثلاجة الموتى ليشاهد يعني ليلقي النظرة الأخيرة على والده. أول ما صفى الرجل يسأل عن حال والده، كيف صحة سليمان؟ كيف صحة جاب؟ كيف صحة وليد؟ هل هم بخير؟ تنسى أن ابنه موجودة في ثلاجة الموتى، ثلاجة الموتى وعند الذاكرة. نعم. أشكرك جزيل الشكر الصحفي وليد الجعوري، كنت معنا من محافظة مأرب. وأعود في المحور الأخير أيضا للأخ سليمان النواب. أستاذ سليمان، ما لمسته حتى من حديثك سليمان بأنك ربما كنت الأقرب جدا لعبد الله، كنت يعني
حتى في 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 اوقات مرحكم ضحككم الجد، ايضا الجبهات كنتوا الاثنين مع بعض، يعني حتى في مساله الخطوره ربما كتبت لك الحياه هذه المره، لكن عبد الله ارتقى شهيد. هل تشعر بالخوف؟ هل يعني الان بعد ان فقدت ربما يعني من كان بمثابه ظلك في كل الجبهات وانتم تذهبون الى هذه المعارك، هل ينتابك خوف من انه يعني فقدت شيء ربما يعني يصيبك بنوع من الرهبه من الخوف ويمنعك عن مواصله هذه الرساله التي تقومون بها في تغطيه الاحداث؟ الحقيقه الجميع كان يشعر بانه اقرب الناس الى الزميل عبد الله القادري، كان يقرب الناس جميعا حتى يكون لهم كظلهم. الخوف يعني لا يوجد خوف اننا لن نواصل المشوار، الخوف انك تخاف من الموت، تخاف انك تنتكس عن العهد الذي قطعناه جميعا، عن المبدا الذي نسير من اجله. يعني الحقيقه انه لا يمكن لنا ولا اعتقد انه في يوم من الايام سنتخلى عن الدرب الذي بداناه، سنعود الى الجبهات في اقرب وقت، سنناضل كما ناضل الزميل عبد الله القادري، وسنستشهد اذا اراد الله لنا وكتب الله لنا الشهاده ونحن على طريق الحق. كنت اراجع قبل قليل محادثه بيني وبين الزميل عبد الله القادري، كان يقول لي يعني ودي استشهد، ودك يا سليمان تستشهد معي؟ يعني رددت عليه نعم ولكن ما اركنك. يعني عبد الله كان اقرب مننا، كان اصدقنا الحقيقه، كان معلمنا جميعا. على دربه سائرون، لن نعود يعني ولن نتنازل ولن نرضى ان نقعد في البيوت وان نخاف ان نلقى مصير عبد الله القادر. يعني هو لقي افضل المصير، وما هو افضل من انك تستشهد في الجبهه، تستشهد وانت تنقل بطولات وتضحيات الجيش الوطني. سنكون أوفياء مع الزميل عبد الله القادري، مع زميل ومع جميع الشهداء الذين سقطوا وهم يغطون انتصارات وبطولات الجيش الوطني. لن نقعد في البيوت، لن نتراجع. يعني هذا عهدنا وهذا مصيرنا بأننا مع الجيش الوطني. نعم سليمان، شكرا لك ولتحملك ولصبرك ورغم الحزن العميق الذي ترك عبد الله في نفسك وفي نفسنا ونفس جميع الزملاء وايضا الاقارب والمحبين لعبد الله لليمن بشكل عام، وظهر هذا التعاطف الكبير والمحبه الكبيره للعلن في مواقع التواصل الاجتماعي في القنوات في كل مكان. في ختام الحلقه لو كان كلمه منك انت ايضا لكل الزملاء، لكل الذين هم يضحون ويعني لهذه الفكرة لهذه القيمة من أجل الوطن ومن أجل عودة الوطن، نختم بهامك تفضل. كلمتي أو رسالتي هي لجميع الزملاء الإعلاميين في الداخل والخارج. علينا أن نقف مع الجيش الوطني، علينا أن نكون خندقا واحدا، ألا نسمح للجميع ببث الشائعات على جيشنا الوطني. إذا كنا نحب الشهيد عبد الله القادري وأردنا أن نسير على ما يسير عليه الشهيد عبد الله القادري، علينا أن نلتف خلف الجيش الوطني. جيشنا الوطني يتعرض يعني لكمية كبيرة من التضليل ونشر الشائعات، فإذا أردنا السير على درب الشهداء الذين سبقونا، علينا أن نقف خلف الجيش الوطني، أن ننشر بطولاته وانتصاراته في جميع محافظات الجمهورية. غير هذا يعني لا يجب علينا أن نفعل شيء. إذا لم نخدم الجيش الوطني فعلينا أقل شيء أن نسكت وأن نكف ألسنتنا عن جيشنا. أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي والمصور الأستاذ سليمان النواب، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، والشكر أيضا للزميل وليد الجعوري والزميل عدنان الجبرني. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة هذه الحلقة لم يبقى إلا أن نستعرض بعضا مما كتب عن الشهيد الزميل عبد الله القادري، نستعرض بعضا من هذه الشهادات وما كتب عنه. الأخ أحمد ربيع كتب عن الزميل عبد الله القادري: الزميل عبد الله القادري رحمه الله كان نموذج للصحفية الملتزم بأخلاقيات المهنة وميثاق شرفها، وكان يتحلى بالمصداقية والتحري في نقل الخبر، وكان كل ما يقوم بنقله وتغطيته يتعامل معه المتلقي كمصدر موثوق دون الحاجة إلى تنوع المصادر. الأخ أحمد ربيع. رأي آخر من الأخ علي الفقيه
يعلق بالقول: وجعي عليك كبير يا عبد الله، كنا معا في 2015 حين كانت مدينة مأرب محاصرة والمواجهات على أطرافها، زرنا معا المتارس والجبهات، لكن عبد الله القادري كان يداوم فيها بشكل يومي لا يكل ولا يمل. سيبكيه أكثر منا جميعا رفيقه الأقرب سالم ناصر مثلنا، فقد كان توأما لا ينفصلان. سيارة الفورشنر المغطاة بالغبار كانت أشبه بطقم تتردد على الجبهات تتابع المعلومة عبر الميدان وتلتقط الصور الحية. عبد الله لم يكن مجرد صحفي، بل كان وكالة أنباء مكتملة. بدأ عمله مراسلا مع المصدر أونلاين قبل عدة سنوات، لكنه أصبح نافذة للعديد من وسائل الإعلام على مأرب، ينقل المعلومة والصورة. ليس هناك صحفي عمل في مأرب أو حتى زار مأرب أو غطى الأحداث في مأرب لم يتعاون معه عبد الله القادري. عزائي لأهلك ولأحبائك ولنفسي ولزملائك الذين كانوا يجدونك عونا لهم في كل وقت. دعواتنا بالشفاء للزملاء الآخرين ذياب الشاطر وخليل الطويل وسليمان النواب، والرحمة على شهيد وشهداء الحقيقة. علي الفقيه. رأي أخير من الزميل عدنان الجبرني يعلق في القول: رحل النموذج الأكثر اكتمالا ونضجا من بين كل النخب أو النخبة التي أفرزتها الحرب، أكثر من صحفي، مزيج فريد بين المهنة والقضية، قائد وملهم، ناجح ومنضبط. طيلة تواجده في قلب الحرب لم يكتب يوما كلمة مكسورة أو سطرا مهزوزا، شهد الصمود ثم الانتصار في مأرب بروح الفارس وهمة الثائر الكبير. الكثير من اللحظات والذكريات، سأجد وقتا كافيا لأروي عنك يا صديقي الكلمات المنكسرة لا تليق في مقامك. العهد والعزم وحدهما ما يليق ويجب مع الله يا أبو حسن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. إذن بهذه الآراء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين التي خصصناها عن رحيل الزميل الشهيد عبد الله القادري مراسل قناة بلقيس في مأرب. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل والزميل وديع عطا وأيضا الزميلة إلهام عامر، والشكر ألين أيضا لضيوفي الكرام سليمان النواب والصحفي وليد الجعوري والزميل أيضا عدنان الجبرني. ختام الحلقة: رحم الله الشهيد الزميل عبد الله القادري. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، حفظكم الله ووطنكم.